أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبي الله محمد رسول الله. إحنا في سوق أبو المطامير يوم الجمعة معاكم قناة المواشي اليوم يوم 1/3/2024، وتعالوا نشوفوا أسعار العجول الذكورة اللحم البقري. اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا إله إلا الله. الله أكبر. صباح الفل يا معلم، صباحك أبيض إن شاء الله. الله يقويكم ويعينكم. عرف المشاهد باسمه. حسين الكلاوي. معلم حسين الكلاوي. حش عيسى. حبيبي يا غالي، ماشي. كام الكيلو جاي من النهارده صح؟ 160 الكيلو. ربنا يرخي على عباده يا رب، اللهم امين. 160 الكيلو جاي يا جماعه في سوق ابو المطامير زي ما قالوا التجار. عيسى الله اكبر ما شاء الله. الله اكبر. عامل ياما العجل ده صاحبي؟ قول عامل 73. واللي في ريحه دوا ليه؟ 71 كيلو. 160 يا حاج. 160 يا حاج. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. اللي عايز اللحمة السوبر يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. دي عامل 74. اللهم صل عليك. دي 68 و700. 68 و700. الله أكبر. الدنيا وقع يعني. آخركم دي يعني؟ أربعة. قدنا أربعة لسه، بقى السوق شغال هنشتري يعني. السوق شغال. الله يبارك لكم ويصلح حالكم وحال الجميع. سوبر يعني. ادينا الرقم يا صاحبي لو حد عايز حاجة. 011 51 359 368. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. وحال مين؟ المعلم حسين الكلاوي. المعلم حسين الكلاوي وحش عيسى. الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كلب. الله اكبر. صورنا هنا، صور البلد طيب ده، صور البلد الوديه. بسم الله ما شاء الله. اللي عنده من ده كذاب، اللي عنده من ده كذاب. الله اكبر. ماشي. كام الكيلو جاي يا صاحبي النهارده؟ 160 165 ومش كل العجول دي 180 دي. الله اكبر. دي 180 كل حاجه على قديها طبعا. الله اكبر. 180 دي. عرفنا باسمك ومكانك يا صاحبي. وديع الصافي جناوي المعلم. العمرية النهضة قرية السلام. وديع الصافي جناوي العمرية النهضة قرية السلام. قرية السلام النهضة. الله أكبر. معك حاجة غيره يا صاحبي؟ السكينة والمستحد مش لعبة أي حد. السكينة والمستحد مش لعبة أي حد. الله أكبر. تمسك العجل من خدمته تعرف محل إقامته. الله أكبر. الله أكبر. هم دول التجار يا جماعة والجزارين بتوع بلدنا. الله يبارك لهم. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. عامل ياما على بعضه يا صاحبي؟ عامل فلوس كام؟ الله عامل ياما محمد كام بالامان؟ 80 في وجه الله 70000 ان شاء الله. 80 في وجه الله 70. الله ان شاء الله باذن الله. بسم الله. بس على المعلم جندي بالله عليك. احلى معلم جندي والله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. معك حاجه غيره يا صاحبي؟ معاه الساتر بعد ربنا. احلى من كل حاجه. ادينا الرقم لو حد عايز يتواصل معاه. 010 95 28 كم؟ 28 25 96. ابو مكه واحد بس. ابو مكه وتجار ابو مكه. الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع يا رب، اللهم امين. الله هو اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. مين؟ فين الجزار؟ الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلم ايهاب. فرسان طيب. معلم ايهاب قريتهم الله يبارك له. ماشي. كام الكيلو جاي من النهارده حق ايهاب؟ 170. الله اكبر ما شاء الله. الله يبارك لك. اللهم صل عليك يا نبي. 170 زي ما قال المعلم ايهاب قريتهم. حاجه لحم يابا. انت منين يا صاحبي؟ حاجه لحم يابا. انت منين؟ مركز ملاوي يابا. ملاوي الصعيد. الله اكبر. صباح الخير يا معلم ايهاب. مين اللي قال ب 170؟ المعلم ايهاب قريت ابن مره. مين اللي قال ب 170؟ لا 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 ما تغلطش. حد حاج يعني على الطلاق ابن مره اللي قال ب 170. بكام الكيلو يا معلم احمد النهارده؟ على الطلاق مضرب فوق ال 180 جنيه. مضرب فوق ال 180 هنا حقيقه مع المعلم احمد عبادة. الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله. ده في واحد قال 160 دلوقتي يا ابني. لابو المعلم حسين كلاو اهو. لا ما تذكروش السام. لا ما تذكروش السام. ليه يا عاج؟ السام لا. 180 جنيه. 180 زي ما قال المعلم احمد عبادة. الله يبارك له. حاجه حلوه. حاجه حلوه والله العظيم. حضرتي بيه ليه بس يا حاج؟ حضرتي بيه يا عام. يعني 180 السام؟ لا 170 175. 170 ومحدش راضي بيه. حاجة حلوة. الله يبارك لك. سعيد. الله يبارك لك. وعلي الجميع. والله ما انت الدنيا هي رخيصة.
بس والله ما حد راضي بيه، ما حدش راضي بيه، كله ماسك على الضحك، كله ماسك والناس مصدقك. بقى قال لك 170 و160 و150 والعالم مصدق. النهارده 140 النهارده فيه مع بصر. يا ساتر يا جماعه، اقول لك ما خربوا الدنيا على الكلام. الكلام صح عايز الحقيقه. ايوه يا معلم، 160 جنيه 160 رسمي شغاله فوق 160 جنيه في الغربيه والشرقيه. 150 الغربيه والشرقيه. سمحت يا حاج احمد؟ يا حاج احمد 150. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله يا رب. والله اللهم صل عليك يا يا جماعه، احنا عايزين الحقيقه. احنا سمعنا 160 و150 و165 و180 والصحراوي ب 170 جنيه. الصحراوي ب 170، اشمعنى الصحراوي يعني؟ الصحراوي جمرك شويه. جمرك ايه؟ جمرك شويه. تكلفه برضه. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. كلفه بقى. اللهم صل عليك يا نبي. لا حي زين يا ابو العم. الا يا بيد المحترمين الله يبارك حبيبي. يا معك رقم تليفوني ولا حد عايز حد يوصل معك يا صاحبي. الله يكرم اصلك. حبيبي يا غالي. والله انت قاعد نزيه. الله يخليك. والله انت قاعد الصعايد المحترمين الله يبارك لهم ويصلح حاله. زي ما شفتوا يا جماعه التجار، اللي قال 160 واللي قال 170 واللي قال 180، ما حدش عارف الحقيقه فين. كام يا حاج الحقيقه؟ الله اعلم. برضو الله اعلم. حدش عايز يقول لنا الحقيقه؟ اه مين يقول لك 160 ومين يقول لك 170؟ ما حدش عارف حاجه. كده في تلاعب في الاسعار مع التجار، كل واحد بيقول ايه اللي على مزاجه. اي كل واحد بيقول اللي على مزاجه. واحد بشراب 400. اي والله بشراب 400 قطاع من عند الجزار ب 400. 420 420 بقول لك لا يا باشا. صباح العسل. الحقيقه كام الكيلو جاي من النهارده يا حاج؟ من 100 بيبدا من 150 لغايه 170. من 150 ل 170. وربنا يخلينا معالي الرئيس، يعني بقالنا اسبوع الدنيا كلها مرتاحه والعيشه مرتاحه. الله يبارك له سياده الرئيس. بتاكل وبتشرب مبسوطه بيه. والله يقوي علينا برضه. ربنا يخلينا معالي. اي والله الله يقوي علينا صح. فتح الزيت يا رب. صباحك يا غالي. اللحم ماشي كام الكيلو جاي من النهارده؟ النهارده 170. 170 الثابت يعني؟ ثابت 170. يعني بيع والشراء 170. بس انا سمعنا في ناس قالت 160 وناس قالت 180. يبدا من 150 لغايه 170. من 150 لغاية 170. كانت من 210. كانت من وصلت 210. الدنيا اشتغلت، الدنيا بحالها ارتاحت. ربنا يرخيها على عباده حاج. ربنا يرخيها على المسلمين. من 4:30 وطالع. من 4:30 وطالع. انا اقول لنا في عمر سعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي. ربنا يرخيها على عباده ويجعل صباحكم ابيض. كل سنه طيبين يا رجال. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله النهارده يا صاحبي. ماشي كام الكيلو جاي من الثابت اللي انت سمحت؟ 180 جنيه يابا. 180 الثابت. 180 جنيه. 180 الثابت. يعني انتوا واخدين النهارده صعيده ب 180؟ 180 جنيه. ب 180 الثابت برضه الصعايده المحترمين. الله يبارك لهم زي ما قال المعلم احمد عباد الله يبارك له ويصلح حاله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اسعار العجول الذكور اللحم مع المعلم سمير ابو الخاو. صباح الخير يا معلم سمير. صباحك ابيض. الحقيقه بكام الكيلو جاي من النهارده؟ الحقيقه ماشيه ب 170 النهارده. 170 الله يبارك لك. بس انا سمعنا ناس قالت 160 وناس قالت 180. لطيف ب 170. مفيش الكلام دي، ما تقلبوش راس العالم على الطريق. ما في حتى 150 ما في. ما تقلبش راس العالم. والله قدام دلوقتي بيشتغل ب 170. يا حول الله يا رب. ادي الناس اللي عايزه تهبط العمل واللي عايز يرفع العمل، ما حدش عارف حاجه. المعلم سمير ابو الخاو قال 170 يا جماعه الكيلو النهارده. بسم الله ما شاء الله في سوق ابو المطامير. بس الجزار ما علموش بالكلام ده. ما عندوش دعوه، ملوش دعوه بالكلام. هي اللحمه زي ما هي عندك. هي زي ما هي عند الجزار. ما فيش رقابه على الجزار صحيح يعني. ما بنزلش الاسعار. ما خرب بيه وتعالى العالم، الناس موكله بيه وعامله بيه وبتبيع بيه. اي أيوة والله. يعني الجزار بيشتري رخيص وبيع غالي. ايوه اللحمه ما نزلتش. ما نزلتش حاجه خالص. لا ما نزلتش. بيبيع ب 400؟ ب 400 والله. 300 جنيه اللحمه عندنا. عندكم فين يا صاحبي؟ 300 جنيه. فين حته؟ ها؟ انا اخد 10 جنيه اللحمه. يلا والله. والله اللحمه ب 300. عامل ايام على بعضه حاج سمير؟ عند 65000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على الباب. كان بنباع ب 75 هبوط في الاسعار برضه. الله اكبر. ادينا الرقم حق سمير. 011 51 62 70 42. في مصداقيه مع المعلم سمير ابو الخاوه يا جماعه الله يبارك له ويصلح حاله. موجود حياة غير ده ان شاء الله معايا والله هناك يعني لو حد اسحاب موجود باذن الله. موجود الناس كلها عايزاه، احنا لاقين حد. الله
الله يبارك لك. والله ما لقينا حتى لا جزارين ولا صعيد ولا فيوميه لقينا. الله يبارك لك يا معلم سمير، ربنا يستر الحال ان شاء الله. كلام الاول راس نعم اللي مستمر معه 170 الكيلو ب 170 صدقت الكلام كله؟ صدقني. الله يبارك لك يا معلم سمير، انت بتقول المصداقيه بمرض الله. الله يبارك لك واصلح حالك واجعل صبعك ابيض، صبعك ابيض ان شاء الله. اللايك والاشتراك لقناه المعونش اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه. ما تنسوا ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب. اللهم امين.